تبري وفشانية الثقافي تتواصل تظاهرة الأسبوع العاصمي بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث يعرض في اليوم الثاني من الصالون يعرض فنانون جزائريون أعمالهم الفوتوغرافية وحتى الأعمال الحرفية للتعريف أكثر بالتقاليد الجزائرية وثقافتها التي تضرب في عمق التاريخ. مفادتنا إلى مدينة ميلان الإيطالية ليليا داود وبعثت بالتالي. مثل هذه التظاهرات تساعد على تقارب بين الشعوب، على تجسيد ثقافة الجوار، ثقافة التعاون، وأعتقد أنه خلال هذه الأيام سوف نمكن الجمهور من مشاهدة صورة أحسن وصورة أوفى عن الجزائر كبلد متجه نحو الرقي، بلد يسعى إلى التقارب، يسعى إلى الانفتاح للآخرين، وينبذ كل ما يتم بصلة إلى العنف والتطرف. Donc je montre la capitale. Donc comme j'ai une série de photos à travers le pays, vu mes différentes éditions de livres, j'ai fait plein de livres. Alors on a choisi ces photos-là qu'on a exposées pour montrer Alger, spécialement Alger, à Milan. جبنا بعض المواد مصنوعة بالنحاس المضغوط، يعني اللي تمثل الأكثرية الجزائر العاصمة، الأبواب، المرايات، والأواني المستعملة إلى حد الآن يعني في البيوت الجزائرية.